ان منتدى الاعلام العربي اثبت ان هو اكثر المنتديات او من اكثر المنتديات بشكل عام واكثر المنتديات الاعلاميه في المنطقه قدره على تطوير نفسه. يعني انا اذكر من عامين او ثلاثه عندما قرر المنتدى ان يغير جزء من التوجهات الخاصه بالجوائز وان يعترف وان يتعامل مع فكره ان هناك ديجيتال ميديا ينبغي التعامل معها وان هناك انفلونسرز موجودين ينبغي ايضا مش احتوائهم ولكن التفاهم والتعامل في اطار الحوار اللي اتكلمنا عنه. النهاردة عندما يكون هناك شكل من الأشكال أيضا الاهتمام بفكرة تشجيع الشباب، النهاردة الشباب أحد العناصر المهمة والرئيسية في صناعة الإعلام، فبتصور أن في لدى القائمين على هذا المنتدى الشجاعة لمواجهة الواقع وفهمه والتطور معه والتكيف معه، وده اللي جايز أنا بطلبه في فكرة التعامل مع الوسائل الجديدة مع الأمور الجديدة أن ينبغي أن نتفهمها ونتعامل معها.